كريم مغيار يحطها في مرمى بيرنبان، التحول أمام المرمى في الجول في الجول في الجول في الجول، نعم في الجول لفريق نادي تحيل. الضربة الركنية اللعبة أمام المرمى، الثالث الدور ربع نهائي غير كافي، الدور نصف النهائي. الكرة الخطيرة لمصلحة بيرسابونس في تغطية لكن في تعثر، صارت أخطر صارت أخطر، والفريق الإيراني يسجل الهدف الثاني. شوف في هذا الوقت، شوف في هذا الوقت، شوف الهطة اللي يتحدث عنها قبل قليل، الهطة اللي يتحدث عنها قبل قليل. منك الحذر مرادنا، شوف 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 ما نبي مثل، لا 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 لا